هل ستجرى الانتخابات في موعدها؟ سؤال سوف نظل نردده حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود سياسياً ولوجستياً. سياسياً لا يزال الغموض يلف مواقف بعض القوى من إمكانية مشاركتها أو عدمها، وأبرز هذه القوى هي التيار الصدري الذي ما زال مصراً على الانسحاب. صحيح أنه أشيع خبر تقديمه شرطين للعدول، وهما تغيير موعد الانتخابات وسحب السلاح غير المرخص من الشارع، لكن لحد الآن لم يعلن عنه موقف واضح ورسمي، بل هي تسريبات يتم تداولها. بالمقابل هنالك ما أشيع عن أن عدداً من القوى السياسية تعمل على تأجيل الانتخابات ويظل في منطقة التسريبات. بمقابل ما يعلن تباعاً من أن الانتخابات ستجرى في موعدها، وآخر من أكد ذلك رئيس الوزراء اليوم وضمن الموقف أمس في البيان المشترك في الكويت، هذا ما يتعلق بالجانب السياسي. أما في الجانب اللوجستي فهنالك شكوك في مدى إمكانية مفوضية الانتخابات على إجراء العملية بموعدها، وهو ما أعلنته اللجنة القانونية النيابية. فقد قالت عضو اللجنة بهار محمود أن الأجواء لإجراء الانتخابات تحتاج إلى بيئة قانونية وسياسية وأمنية واقتصادية مستقرة، مبينة أن هذا غير متوفر في الوقت الراهن. لهذا ثمة ترجيحات بتأجيل الانتخابات إلى نيسان من عام 2022، أي إلى موعدها الدوري، وهذا معناه انتفاء صفة المبكرة عنها. الحال أن مخاطر التأجيل كبيرة، لهذا يحذر الكثيرون من عدم إجرائها، وآخرهم السفير الأمريكي ببغداد الذي قال إن الانتخابات المبكرة كانت مطلباً أساسياً للشعب العراقي. لهذا فإن العراق سوف يسير في مسار مقلق إلى حد كبير لو لم يتم الاستحقاق. إذن الانتخابات ستجرى حسب ما تقوله رئاسة الوزراء والمفوضية، لكن قوى معينة ومراقبين يشككون بذلك، ونحن بالانتظار.